بهاليوم المميز خصصنا حلقة مميزة من المطبخ الإماراتي. الشيف جوزيف رح يعرفنا على أشهى وأطيب وصفاته. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو اليوم مطبخنا إماراتي؟ اليوم خصصنا بنهار مطبخ الإماراتي بحلقة. أوكي. فحنعمل وجبات من الغذاء الإماراتي أكيد الموجود. هو التقليد أكيد. حنعمل براليت اللي هي يعتبر من الفطور. حنعمل طبق بالسمك، حنعمل طبق حلو. أوكي. كمان. فحنبلش أول شيء بالبراليت اللي هي عبارة عن شعيرية بيحط معها بيض، بس هي الشيء الحلو فيها إنه الشعيرية بتنسلق بعدين بنحط مع بصل، بنحط مع سكر وحب هيل، وبعدين البيض بنحط على الوش. حنبلش اول شيء بالطبق. على الفطور بنحط بصل شاب؟ ايه، بصل وبيض. ما بناكل احنا بصل مع بيض الصبح؟ بلى. شو؟ مظبوط.